السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نبلش بدرس جديد واللي هو الفراكشنز. بدنا نشوف شو هو الفراكشنز and how to perform the application or the operation on fractions. بالبداية إذا بدنا نعرف الفراكشن، الفراكشن عنده شكل. Fraction is in the form of. الفراكشن هو بشكل A over B where A is integer and B كمان integer. B is integer different than zero. فإذا الفراكشن هو بشكل A على B. ال A وال B هن numbers، هن أرقام، ولكن هن integers. Integers يعني فيها تكون إشارتهم plus، فيها تكون إشارتهم minus، ولكن ممنوع يكون فيهم point. بالإضافة إنه ال B بده يكون integer وكمان منه zero، لأنه هذا اللي تحت ممنوع يكون صفر. The fraction شكله A على B مثل ما قلنا. Number اللي فوق اللي هو ال A بسميه numerator. النمبر اللي تحت بسمي denominator. هذا الشكل كله يعني numerator على denominator بسمي fraction. الشيء اللي بدنا نشتغله هو بدنا نشوف كيف أني بجمع وبنقص وبضرب وبقسم lfractions. فإذا بدنا نشتغل operations on fractions. The operations يعني العمليات اللي هي plus, minus, times and division. رح بلش بأول شيء واللي هي product of fractions. كيف بضرب ال fractions؟ رح نشتغل application. إذا كان عندي for example بهذا الشكل 3 over 2 times 6 over 4. لحتى أضرب any two fractions الشيء اللي بعمله هو أنه بضرب numerator مع numerator ودنومينيتر مع denominator. يعني 3 times 6 over 2 times 4 بتصير 3 times 6 اللي هي 18 over 4 times 2 اللي هي 8. في اعمل reduce لهذا الفراكشن، ولكن بما انه انا بس عم بحسب فاذا الشيء اللي وصلت له هو صحيح. اذا كان عم بيقول لي for example write in irreducible form معناتها انا بدي اقسم ارقام هون قد ما فيه ليصير irreducible form. في اقسم فوق وتحت على 2 for example. يعني إذا قسمت فوق وتحت على 2 حيصير عندي 9 over 4. هذا الشكل بسميه irreducible form، لأنه ما بقى في أقسم ال 9 وال 4 على نفس الرقم، ما في رقم بيقسم ال 9 وال 4. فإذا هذا irreducible form. Application تاني، إذا كان عندي for example 1 over 2 times 3 over 5. بما انه 2 fractions بيناتهم times، فاذا مثل ما قلنا بضرب اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت. يعني 1 times 3 over 2 times 5 equal 3 over 10. وهذا 3 over 10 ما في اقسم لل 3 وال 10 ولا رقم، عشان هيك هذا كمان بيكون irreducible form أو في يقول كمان عنه simplest form. بدنا نشتغل application تالت 7 times 3 over 2. طيب أنا عندي number عم بضربه مع fraction، بس ما بالفعل كل number هو عنده denominator اللي هو 1. فإذا أنا فيه حطه على 1 كيف بشتغله؟ بضرب اللي فوق مع اللي فوق
واللي تحت مع اللي تحت، فهيصير عندي 7 times 3 over 2 يعني 21 over 2. كمان هذا الشكل هو irreducible form، انه ما في ولا رقم بيقسم ل 21 و 2. حكينا عن البرودكت، يعني حكينا عن الضارب، حكينا عن المالتيبليكيشن، هلا بدنا نحكي عن الديفيجن، كيف بقسم الفراكشنز. فاذا حننتقل لتاني فكره واللي هي ديفيجن اوف فراكشنز. كيف بقسم 2 فراكشنز؟ رح نشتغل كمان ابلكيشن لنشوف شو هي الرول. اذا كان عندي 2 over 3 divided by 5 over 7، لحتى اشتغل 2 fractions بيناتهم division، الشي اللي بعمله هيدي الديفيجن بقلبها لتايمز، والفراكشن اللي بعد الديفيجن يعني اللي هو 5 over 7 باخد الانفرس لإله. يعني هاي بتصير 2 over 3 مثل ما هو، ما دخلني فيه. الديفيجن بتصير تايمز، ديفيجن صارت تايمز، وال 5 over 7 بتصير 7 over 5 يعني بياخذ الانفرس لإله. هلا كيف بدي كفي؟ هيدي صاروا 2 فراكشنز بيناتهم عملية برودكت، عملية ضرب. فبضرب الفوق مع الفوق واللي تحت مع اللي تحت، يعني بتصير 2 times 7 over 3 times 5 يعني 14 over 15. كمان هذا الشكل هو irreducible form لأنه ما في ولا رقم بيقسم ال 14 وال 15. إذا بدنا ناخذ application تاني عليها، for example 7 over 3 divided by 12 over 5. كمان مثل ما قلنا 7 over 3 مثل ما هي الديفيجن بتصير تايمز، وهيدا الرقم بياخد الانفرس اللي لقله يعني بصير 5 over 12. هلا صار عندي 2 فراكشنز بيناتهم تايمز، بضرب اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت، يعني 7 times 5 over 3 times 12 يعني 35 over 36. كمان هذا الشكل هو irreducible form، هذا الشكل وهذا الشكل هن irreducible forms لأنه ما بقى فيه بسطهم أكثر من هذا، أو simplest form. هلأ بدنا نحكي عن addition and subtraction of fractions، يعني كيف بجمع وكيف بنقص الفراكشنز. الاديشن او السم اللي هي البلس، والسبتراكشن او الماينس. كمان حنشتغل من خلال ابلكيشن. اذا كان عندي فور اكزامبل 3 over 4 بلس 3 over 2، أنا ما بقدر أجمع 2 fractions أبدا إلا إذا الدينومينيتر كان نفس الرقم. فإذا أنا هون عندي الدينومينيتر 4 والدينومينيتر هون 2، فإذا ما في يجمعهم لأنه ما عندهم نفس الدينومينيتر. فالشي اللي بدي أعمله بدي أسأل حالي بشو بدي أضرب هيدي 2 لحتى تصير 4. أكيد بدي أضربها باثنين، فحأضرب هيدي بتو، ولكن ليكون شغلي صح بدي أضرب بتو تحت وفوق. فإذا times 2 فوق وتحت، هيصير عندي 3 over 4 plus 6 over 4. هلأ صاروا عندي نفس الدينومينيتر، فالشي اللي بعمله بحط الدينومينيتر مرة واحدة، يعني ما بيجمع 4 plus 4، خلص الدينومينيتر 4 بيناتهم بلس، بحط 4 مرة واحدة.
ف بنقل الأرقام مثل ما هن، يعني ف عندي 3 plus 6 بصير عندي 9 over 4. هيدا هو جواب الفراكشن. إكزامبل تاني، إذا كان عندي بهذا الشكل 7 over 3 minus 5 over 12. كمان بدنا ننتبه لشغلة إنه بالبلاس وبالماينس نفس الشيء، عشان هيك حطيتهم مع بعض. لازم يكون الدنومينيتر نفس الشيء لأقدر اجمعه ونقص، إذا منه نفس الشيء ما في يشتغل. طيب هون عندي 12، هون عندي 3، شو بدي أعمل بال3 لحتى تصير مثل 12؟ الشيء الطبيعي إني أضربها بأربعة، عشان هيك لحط times 4 ولكن مثل ما قلنا فوق وتحت. بصير عندي 7 times 4 اللي هي 28 over 12 minus هذا الفراكشن ما عملت في شيء، بحطه مثل ما هو 5 over 12 equal. صار عندي نفس الدنومينيتر اللي هو 12، بحطه مرة واحدة، يعني ما بقول تحت 12 minus 12 يعني 0، لا، تحت عندي 12 بحطه مثل ما هو 12، لا لأنه عندي minus أو بالبلس نفس الشيء، واللي فوق بنقولهم مثل ما هن، يعني 28 minus 5 equal. تحت عندي 12 فوق عندي 28 minus 5 يعني 23. هذا الشكل بيكون، وأكيد هذا الشكل وهذا الشكل هن R irreducible form، لأنه أنا التسعة والأربعة ما في ولا رقم قادر أقسمه عليه، 23 و 12 ما في ولا رقم بيقسمون. فإذا هودي are simplest form أو irreducible forms. طيب خلينا نشتغل بعد example عليهم. إذا كان معي for example بهذا الشكل 8 over 3 minus 2 over 5 بهذا الشكل، هون عندي الدنومينيتر 3، هون عندي 5، ما في ينقصهم لأنه مش نفس الدنومينيتر. فبسأل حالي الـ 3 بشو بدي أضربها لتصير 5؟ ما في ولا رقم بضربه بالـ 3 بيطلع 5 أو حيطلع رقم بالفواصل، أنا ما بدي رقم بالفواصل. فالشي اللي بعمله بهيدي الحالة بأخذ الـ LCM للـ 3 والـ 5. أبسط طريقة لهذا الحاكي، بتطلع هون عندي 5، هيدي ال 5 بضربها بتاني فراكشن، يعني هال 5 بضربها فوق وتحت بتاني فراكشن، يعني حيصير عندي هيك 8 over 3 minus 2 over 5، هال 5 بضربها فوق وتحت، فإذا times 5 times 5. هلا هيدي ال 3 اللي هي الدنومينيتر للفراكشن الثاني بضربها فوق وتحت بتاني فراكشن، يعني times 3 times 3 بصير عندي 8 times 5 اللي هي 40 over 3 times 5 اللي هي 15 minus 2 times 3 اللي هي 6 على 5 times 3 اللي هي 15، توحد الدنومينيتر صار عندي same denominator. بحط الدنومينيتر مرة واحدة وفوق عندي 40 minus 6، فإذا فوق عندي 34 over 15 بهذا الشكل. example رابع، إذا كان عندي هيك 3 over 2 minus 5 over 7. كمان ما عندي ولا نمبر بضربه بالتو بيطلع 7، فشو بعمل بهيدي الحالة؟ مثل ما قلنا 3 over 2 minus 5 over 7، باخد الدنومينيتر هون بضربه بتاني فراكشن، يعني times 2 times 2، وباخد هذا الدنومينيتر بضربه بأول فراكشن، حيصير عندي 21 over 14 minus 10 over 14 equal. تحت صار عندي the same denominator اللي هو 14، وفوق عندي 21
minus 10. يعني حيصير عندي تحت 14 وفوق 21 minus 10 اللي هي 11. كمان how the two fractions are irreducible fractions، لأنه ما بقى فيه أعمل لهم simplify أكتر من هالقد.